جاعد لأنه جرة الغاز هذا العالم رواتب مواقع كفية صحن سلطة. سمعنا بأبو تنفيسة من قرى طرطوس قبل أشهر. في 6 ساعات على الفرن لحتى فيني حصل ربطة. اليوم تتحفنا مخابرات أسد بأم تنفيسة من مستوطنة المزة 86 وبتحكي شامي كما علق البعض. إنه طبيعية هالحياة اللي نحن فيها؟ إنه بس حدا يجاوبني ليش؟ ليش؟ يعني هلأ قاعدة عم فكر إن سنغافورة عمرها 50 سنة ولا دبي عمرها 50 سنة؟ يقال إن المتحدث هنا مذيعة في إعلام النظام رغم أنه لم يسمع بها أحد من قبل. وفي رواية أخرى عنصر بأحد الأفرع المخصصة للتنفيس بين الفينة والأخرى، فضلاً عن علاقتها بمستشارة بشار أسد بثينة شعبان صاحبة المقولة الاقتصادية الشهيرة. اليوم الاقتصاد أفضل ب50 مرة مما كان عليه في 2011. نازلة ماشي من 86 ومعي جرة غاز. ولا جرة الغاز. المفارقة ورغم الدور التمثيلي للحديث باسم الشارع كمحاولة لتفريغ مستوى احتقانه ومنع انفجاره، إلا أنها باتت مستهلكة ومكررة. فما الذي يهم أو يعني السوريين بخروج عنصر مخابرات للحديث عن إذلال المدنيين بالغاز والماء والخبز والكهرباء؟ أو بعبارة أخرى، ماذا استفدنا؟ أو هل وصلت الكهرباء وعادت المياه وأكلنا الخبز؟ لا شيء طبعاً إلا المزيد من المهازل والتمثيليات الرخيصة، لا سيما أن الجدل المثار والضوء الأخضر المعطى لهؤلاء لشتم ما يسمى بالوزراء ورؤساء الوزراء باعتبارهم واجهات شكلية ينتهي بخروج ذات العنصر بمقطع جديد يثني على الفاسد والمجرم الأول الذي يضع ويقيل تلك الواجهات منذ 20 عاماً. هذا الإنسان هو اللي حامي، هو اللي عم بيقدم لي الخير، هو اللي عم بيقدم لي الفرح، هو اللي عم بيقدم لي السعادة. ما تكون حق أي شخص، أي مواطن حقه يكون عنده موقف. ذات المهزلة بحذافيرها كان بطلها عنصر وشبيحة أخرى قبل أشهر، نقد لاذع للفساد والجوع والفقر والإذلال. قائدنا الله يحمي لنا يا الرئيس بشار بألف ألف خير. ثم استغلال للجدل المثار لاستثناء بشار كرأس للفساد والنهب. نموذج آخر لشبيحة نفت نظرية الحصار الاقتصادي وخزعبلات قانون قيصر بأدلة تؤكد أن سوريا بلد مسروق منهوب. وما إن وجد المسروقون بالشبيحة قشة للتعبير عن حالهم، وإذا بها تنشر صورة مغرقهم بعبارة يا حلو. ناس ملت. أما هذا الملقب بأبو تنفيسة فيقال في طرطوس بأنه تجاوز مهنة التشبيح إلى مراقبة المتفاعلين والمندفعين مع انتقاداته للتبليغ عنهم واعتقالهم. وكما زملائه السابقين يصف المجرم والسارق الأول حتى يكاد المؤيد يقول بأنه بشار. أعلى مستوى الاحترام حتكون بأعيننا لما بتقدم استقالتك، لأنه حتكون مو الغلط إنه الإنسان ما يقدر يسيطر على حالة معينة في ظرف معين، ما هو خطأ، بس الخطأ إنك تضل قاعد بمكان قد يجوز شخص آخر يقدر يديره بشكل أفضل. أبدعته من دفع. سيادة الوزير، أنا عم طالبك كمواطن لتقديم استقالتك. قبل أن يخرج بمقطع آخر يشتر فيه ما خرج من أفواه شبيحة المزة 86. يقائدنا الرمز السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. رجاء قدم استقالتك. رجاء قدم استقالتك سيادة الوزير. رجاء قدم استقالتك.